المسلسل بالأولية، هذا الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو عنوان الإسلام وعنوان شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عنوان هذا الدين. ولذلك المسلم عليه أن يترجم هذه الرحمة في تصرفاته اليومية، يترجمها إلى سلوك حميد وسلوك لين وهين في المجتمع، سلوك أخلاقي. هذا كله يخدم أو يخدم البشرية في علاقاتها المتعددة. هذا التصدير بعنوان الرحمة هو المهم في قضية التعايش، هو المهم في قضية علاج التعددية، هو المهم في تحقيق وتطبيق مبدأ المواطنة على نحو دقيق. إذا خلا المجتمع من مبدأ الرحمة الأساس، فإذا نحن لا ننتظر في الحقيقة لا تعددية، ولا ننتظر عيش المشترك، ولا ننتظر غير ذلك. ولذلك كان الأساس الرسالة الأولى الرحمة. الرحمة الرسالة الثانية التي هي ثمرة الرحمة، كيف نعيش بالرحمة، أننا نعيش في وسط أي مجتمع. ولذلك يعني قلت في الخطبة بصراحة أن المسلم يمكن له أن يعيش في أي مكان في العالم، وتحت أي ظروف ما، وتحت وفي ظل أي تحديات ما، أيا كانت قدر هذه التحديات صغيرة أو كبيرة، وهو محتفظ بشخصيته المسلمة بأخلاقه بالرحمة التي ورثها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستطيع أن يتعايش مع كل البشر، يستطيع أن يتعايش مع كل الكون، يستطيع أن يتعايش مع الجماد، مع النبات، بهذا ومع الحيوان، بهذه الرحمة التي هي عنوان الإسلام. عظيم. نذهب إلى أيضا هذه الزيارة بتؤكد أن القوى الناعمة المصرية يمكن أن تفعل مفعول السحر في أماكن كثيرة. أنا كتبت أكتر مرة وآخرون بيتكلموا عن علماء المؤسسة الدينية في مصر جزء من القوى الناعمة، سيادتك شايفها إزاي وإمكانية الاستفادة منها؟ كلما نزور مكان ما بنرى بهذا التعبير يعني وبنلحظه تعطش الناس إلى الأزهر الشريف، إلى العلم الشرعي الذي هو عنوان مصر. الناس محتاجة إلى مصر، محتاجة إلى العلماء، محتاجة إلى المفكرين، محتاجة إلى كل المستويات أن تذهب إلى هذه الأماكن وتستفيد هذه الأماكن، ونحن نستفيد أيضا، يعني الفائدة متبادلة فيما بيننا. لكن أنا أقول لسيادتك من خلال التجربة ومن خلال ما لمسناه، نحن نحتاج إلى التواصل مع العالم الخارجي، نحتاج إلى وضع خطة استراتيجية عميقة جدا إلى أن نتواصل مع العالم. التجارب تدل على أن مصر هي بفكرها واعتدالها ووسطيتها من خلال الأزهر الشريف، ومن خلال مؤسسات الدنيا دار الإفتاء المصرية، ومن خلال وزارة الأوقاف، من خلال هذا العلم الذي ورثناه بإيجاز شديد، من خلال هذه العمامة الأزهرية. عندما تنتقل هذه العمامة من مكان إلى الآخر فإنها تقدر تقديرا خاصا، ومن ثم الناس يحتاجون إلى مصر. ولذلك علينا مجهود كبير جدا، على كل المؤسسات الدينية مجهود كبير جدا في التواصل مع هذا العالم الخارجي وبيان صورة مصر الحقيقية التي يعني يحتاجها العالم.